مساء الخير أعزائي المشاهدين، إيهاب حليم معاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي صدى صوت. زي ما عودتكم كل أسبوع قبل ما ببدأ الفقرة الحوارية بتاعتي بتكلم معاكم كلمتين كده بأمور بتخص المجتمع وشعبنا الجميل. كلمتين النهاردة الحقيقة عايز أكلمكم عن التعصب الكروي. التعصب الكروي يا سادة موضوع كبير ومش سهل، بمعنى لما نتكلم عن التعصب الكروي بنتكلم عن حالة ممكن يحصل فيها مشادات وتصاعد للتوتر والنزاع بين الجماهير والمشجعين للفرق، لدرجة ممكن الأمور توصل لحدوث أعمال عنف ومشادات تأثر بشكل سلبي على الرياضة والرياضيين والمشجعين بوجه خاص، وبتأثر للأسف على صورة بلدنا مصر بشكل عام. وهنا عايز أقف وأسأل سؤال للاعبتنا المحترمين، لعيبة الكورة المصرية. هل يا ترى اللعيب المصري عنده ثقافة القدوة ولا لأ؟ وده بالظبط لأنه اللي حصل من يومين لما دولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة والمحبة لمصر وللشعب المصري تقرر أن تستضيف عندها بطولة السوبر الإفريقي وتتلعب المباراة على الملاعب الإماراتية. فإذ نفاجأ أن بدل ما إحنا نظهر الوجه الحقيقي للكرة المصرية ونظهر الوجه الحضاري للدولة المصرية الحديثة قدام العالم، نطلع في صورة مخالفة تماما، والكاميرات تجيبنا وإحنا عمالين بنجري ورا بعض وبنشد وبيحصل حالات من الاعتداء على بعض رجال الأمن من دولة الإمارات الصديقة. الحقيقة منظر مخزي وحاجة تكسف لما نوصل للمرحلة دي، وإن إحنا ما نقدرش نتحكم أعصابنا، وإن إحنا ننسى إن إحنا بنمثل بلدنا، بلدنا مصر قدام العالم كله اللي قاعد بيتفرج علينا. يا جماعة ده المباراة دي ما بين الأهلي والزمالك، أكبر ناديين في مصر وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا، يعني الكل بيشوفك. طيب أنا كلامي دلوقتي موجه للاعبين، تفتكروا اللي انتوا عملتوه ده حاجة تقدر تتشرف بيها قدام أصدقائك، قدام جيرانك، قدام أولادك؟ أولادك بعد كام سنة لما يكبروا ويشوفوك وإنت في المنظر ده هترد عليهم تقول لهم إيه؟ أنا عملت كده علشان أنا كنت منتمي للفانيلا البيضة أو الفانيلا الحمراء؟ هل يا ترى دي إجابة شافية؟ الموضوع يا سادة أكبر من كده بكتير. من فضلكم من فضلكم، من الآخر محتاجين يا سادة ان يكون عندنا انضباط للأعصاب بالنسبة للاعبين، ومطلوب من اللعيبة والرياضيين المصريين ان لو رسيت ان يتدرس لهم ثقافة ازاي ان يحافظوا على بلدهم وازاي يحافظوا ان هم يكونوا صورة محترمة لبلدهم، عادي جدا ما فيهاش اي احراج وما فيهاش اي كسوف يتدرس لهم الكلام ده. لكن ما نوصلش لمرحلة إن صورتنا وصورة بلدنا المحترمة اللي الكل بيشيد بيها تتهز بسبب الرياضة. ولو مش قادرين نعمل الكلام ده، أنا من وجهة نظري ياريت نبطل الرياضة خالص وبلاها رياضة، وما نخسرش صداقات الدول الحبيبة، الدول العربية اللي بتجمع ما بيننا وما بينهم صداقة واحترام. طيب خلوني دلوقتي أدخل على الفقرة الثانية من حلقتنا النهاردة، الفقرة الحوارية. والحقيقة يعني السوشيال ميديا والساحة في مصر اليومين دول فيها كلام كتير متعلق بحتة الآثار المصرية، والحقيقة برضو إن الساحة شهدت بعض الأمور المتعلقة بالآثار المصرية. بداية من، خلونا بقى ندخل على الأخبار الحلوة، الأخبار البوزيتيف.
استرجاع عدد من القطع الأثرية اللي اتسرقت في الماضي. واحد. اتنين، الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الجديد العظيم. تلاتة، نبص كده نفاجأ كلنا بصورة لكلب طالع فوق الهرم ومتصور. أنا يعني على حسب ما بسمع الكلب ده عمل نسب مشاهدات تعدت الملايين. وآخر حاجة، قرار غريب، وهو ده تقريبا هيبقى محور كلامنا مع ضيفنا النهاردة، قرار هدم قبة مستولدة محمد علي باشا. والنقطة دي بالذات أثارت جدل كبير على الساحة المصرية. زي ما انتوا شايفين مواضيع كتيرة بتتداخل معانا النهاردة، وعلشان نعرف أكتر وأكتر خلوني أرحب بضيفي وضيف برنامج صدى صوت النهاردة، دكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والخبير في المصريات. دكتور أحمد، مساء الخير ومنورنا ومشرفنا. مساء الخير على حضرتك يا استاذ ايهاب وعلى كل الساده المشاهدين، ومبسوط ان انا موجود معاك النهارده. اشكرك. هدم قبه مستولده محمد علي باشا، النطق كده صح ولا لا الاول؟ لا مظبوط. تمام. ايه حكايه الموضوع ده؟ وليه القصه دي عملت ضجيج واثارت اهتمام ناس كتير جدا؟ اولا انا قبل ما اكون اثري فانا مصري، يعني ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ان هي الناس مش عارفه تفرق بين الاثار وبين التراث. الفرق طبعا كبير جدا. الاثار خصم وكل مسجل في الاثار سواء اسلاميه او مسيحيه او قبطيه او يهوديه او مصريه او يونانيه او رومانيه، دي حاجه مسجله تابعه للمجلس الاعلى للاثار التابع لوزاره السياحه والاثار. طيب التراث اعم واشمل. الناس تقول لك مثلا لو عدى على الاثر 100 سنه او المكان 100 سنه فهو يجوز ان هو يسجل اثريا، لا مش كل ما يعدى عليه 100 سنه يسجل، ولكن هو بيبقى ارث حضاري لا يقدر بثمن، وده اللي في ناس وقعت فيه مع الاسف، ناس كبيره المفروض كانت تاخد بالها من الحته ديت، لان انا لما بطلع اتكلم مع حضرتك دلوقتي او بوضح بقول مش معنى ان هي اثريه ان انا يجوز ان انا اهدمها، بالعكس التراث بيبقى مزيج ما بين الحضارات المتوارثه فيما بعد. لما هنيجي نتكلم عن القبه اللي اثارت جدل كبير جدا ويعني كلام كتير جدا على السوشيال ميديا، بكل اسف هي لا تسجل في تعداد الاثار ده اكيد، ولكنها ذات ارث حضاري وثقافي يعني لا يقدر بثمن، ذو قيمه يعني ذو قيمه يعني تراثيه وزخارف، مش عايز اقول يعني معمول فيها شغل عالي جدا من ناحيه الزخارف، تنتمي يعني عدى عليها مثلا ما يقرب من 155 سنه. وبالتالي طبعا يعني ممتدية من العصر الإسلامي وتقع على طريق صلاح سالم من ناحية قرافة الإمام الشافعي. الناس لما شافت هذا المنظر، الناس طبعا مش عايز أقول لك الدنيا انطفلت على السوشيال ميديا بشكل جامد جدا، وكل اللي طلع حتى علق وقال لك بالذات لو متخصص قال لك مش آثار، مش عايز أقول لك إيه اللي حصل معاه، يعني أنا شفت كمية تعليقات والله عمري ما شفتها بالشكل ده مع الأسف. لان انت النهارده لما بتيجي تطلع تتكلم في السوشيال ميديا او في البرامج لازم يبقى يعني تاخد بالك، لان الناس طالما الموضوع قد من الاول صدى اعلامي كده اعرف ان الكلمه محسوبه عليك. فالنهارده انا كان يستوجب زي ما انا قاعد مع حضرتك دلوقتي بقول والله هي فعلا مش اثار ولكن ذات ارث تراث ثقافي وحضاري لا تقدر بثمن، ومن الفنون اللي هي جايه من التراث الاسلامي. تمام. كاتب الناس عارفه، لان في حاجه اسمها تراث مادي وتراث لا مادي. التراث اللي احنا بنتكلم عنه ممكن يبقى تراث يدوي حرف، ما دي اسمها تراث. ما المعنى كده ان احنا مثلا نكسر او نقطع؟ لا، فالحاجات دي تستلزم الحفاظ وفي نفس الوقت بمعنى صح اظهارها بما يليق ليها. تمام. طيب خليني اروح معاك لسؤال تاني. من وجهه نظرك التعامل مع الاثار والمباني التاريخيه، هل يا ترى كدوله وكشعب بنتعامل معاهم بالطريقه اللائقه؟ بص، السنة اللي فاتت على ما أذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في لما كان في رفات العظماء بتوع مصر، هو أصدر قرار جمهوري، أنا طبعا كان لي الشرف إن أنا علقت عليه طبعا بين رئاسة الجمهورية في الكثير من الأماكن. قال لك نعمل مقبرة اسمها الخلدين، يبقى إذا السيد الرئيس أهو تابع الخلدين تضم عظماء الخالدين تضم عظماء ورفات الناس اللي ماتت من اللي اسهموا في الدوله المصريه بالكامل. ودي حاجه طبعا خطوه رائعه وهتبقى حاجه طريق باسم مصر. طيب تعاملنا احنا كمصريين مع الاثار، عايزين وعي ثقافي، عايزين وعي حضاري، عايزين وعي في المدارس. على يعني تيجي تسالني طب ينقصنا ايه؟ يعني اقول لحضرتك ما احنا الناس بتحفر في قلب البيوت حفر خلصه وبتدمر اثار عشان يبيع قطعتين ثلاثه اربعه وبيتم القبض على الكثير.
والحق ده فلان لها اثار وهات جن وهات مش عارف ايه نفتح المقبره وقربان، كلام غريب جدا يعني مع الاسف. فبالتالي دي مشكله عندنا احنا. طب دول العالم بتتعامل ازاي؟ انا مش عايز اقول لحضرتك دول العالم يعني راس نفرتيتي مثلا، هتلر نفسه قال لك انا ممكن اخوض حرب لو حد مثلا فكر ان يعني اتخذ ما عندنا راس نفرتيتي. تخيل انت بقى راس نفرتيتي ديت وهي قطعه اثريه. تصدق انا متاكد ان في ناس كتير جدا لو وريت لها راس نفرتيتي مش هتعرفها اصلا. حقيقي ناس كتير. اه ده حقيقي. فعشان كده بقول لك الاثار مسؤوليه الحفاظ عليها مسؤوليه دوله ووزارات، يعني دوله كمثلا الدوله المصريه بالكامل، لكن تختص في مين؟ وزاره السياحه والاثار ووزاره التربيه والتعليم. لازم تبني جيل يعرف يعني ايه اثار، لان فعلا ده انت بتتكلم في حاجه مش موجوده عند العالم كله. الدوله المصريه الوحيده اللي فيها اثار مصريه قديمه، اثار يونانيه، اثار اقول لك على حاجه عصر ما قبل التاريخ اللي قبل الاسرات اصلا، دي موجوده عندنا اثار دي. هي الدوله الوسطى، الدوله الحديثه، اليونان الروماني، الاسلامي، المسيحي، الحديث، مش هتلاقي الكلام ده غير في مصر، سينا لوحدها. جميع افهم من اجابتك ان في تقصير عندنا. اه طبعا. تمام. مفيش كلام. تمام. هو ده اللي انا عايز ااكد عليه. ما احنا بنشرح. طيب. يمكن حضرتك سمعتني في الانترو بتاع البرنامج انا كنت بتكلم ان حاجه من الاخبار الايجابيه الجميله موضوع افتتاح المتحف المصري الجديد. كلمنا كده عن موضوع المتحف المصري وأهمية افتتاح المتحف المصري الجديد. تعرف حضرتك لو سألنا المتحف المصري الكبير بقاله كام سنة أصلا الناس مش هتعرف الإجابة. المتحف المصري فكرته جاية من 2002، بدايته حاجة غير أساس. ابتدى العمل فيه من 2005، يعني بنتكلم في 19 سنة 2024 تقريباً. اه الناس كتير ما تعرفش المعلومة دي لكنها لأول مرة بنقولها. 2002 2002 تمام. وابتدى العمل فيه 2005، قعد 19 سنة. طيب المتحف المصري الكبير أكبر متحف على مستوى العالم من حيث عدد القطع الأثرية، هو تم الافتتاح التجريبي التشغيلي لعدد 12 قاعة، هذا طبعا بخلاف قاعتي توت عنخ آمون. ال 12 قاعة ضموا 24,000 قطعة أثرية، الدرج العظيم طبعا حاجة فيها يعني على أعلى مستوى، في طبعا آثار ثقيلة 60 قطعة آثار ثقيلة، في طبعا البهو اللي فيه التمثال الملك رمسيس الثاني للناس ما تعرفش ان هو اصلا كان في مدار رمسيس اللي عند محطه مصر. دي ناس ممكن ما تعرفش المعلومه دي. هو ده اللي هيبقى هناك. هو ده اللي موجود هناك بالفعل، وكان راح هناك من 2006. يعني بنتكلم في 18 سنه تقريبا. تمام. وعندنا كمان حاجه اسمها المسله المعلقه من اهم الحاجات اللي موجوده. المتحف هيضم حقبه من اول العصر المصري القديم يعني ما قبل الاسرات، ثم العصر المصري القديم والدوله المصريه القديمه بالكامل لغايه العصر اليوناني الروماني. بالاضافه كمان المتحف فيه اولا اعلى مراكز الترميم للمنسوجات، للاخشاب، للمعادن، يعني مش عايز اقول لك حاجات كتيره جدا، يعني المومياوات، يعني القطع الاثريه الخاصه بتتعنخ امون، المقاصير والسراير والحاجات الخشبيه تم ترميمها بالكامل في المتحف المصري الكبير. المتحف كمان هيضم يعني اكبر يعني مقبره على مستوى العالم خاصة بالملك توت عنخ آمون، المقبرة بالكامل. وفي ناس بقى مش عارفة تفرق شهرة الملك توت عنخ آمون من رمسيس، يعني أنت لما تيجي تسألني كأثري بقى أعظم ملك حكم مصر مين؟ أقول لك رمسيس الثاني. ماشي، لأنه أكتر واحد له آثار وله، وفي نفس الوقت طبعًا أول معاهدة سلام ومعبد أبو سمبل. طب أعظم حاكم عسكري لمصر؟ أنا أقول لك تحتمس الثالث، 16 معركة عسكرية لم يخسر فيها أحد، وأشهرها معركة مجدو اللي ما خسرهاش يعني اللي كان هيخسر فيها الجيش وانتصر، وبتدرس في في في, في الأكاديميات على مستوى العالم. تيجي تسألني عن أشهر حد اتشهر بسبب اثار، اقول لك توت عنخ امون، المقبره الوحيده على مستوى العالم تم اكتشافها كاملا. وخد بالك الناس مش عارفه تفرق يعني ايه مثلا المقبره مكتشفه كامله، يعني غير ما فنيا، يعني المقبره فاكره فنيه بالنسبه للمقابر الاخرى للملوك الاخرى، لكن غنيه اثريه. ناس ما بتعرفش تفرق في الحاجات دي. فبالتالي المتحف هيبقى اعظم متحف، وواخد كمان يعني شهاده ان هو يعني الشهاده الخضراء ان هو صديق للبيئه، وهيتم ربطه بين منطقه اثار الاهرامات الجيزه عن طريق ممشى سياحي على اعلى مستوى. انت حضرتك عمال بتعمل دعايه ممتازه. يعني انا لازم اخدك في سيلز وماركتنج تسويق للمتحف. يلا يعني انا مبسوط والله، يعني حاجه. عارف ان حضرتك متخصص في علم المصريات. طبعا. عايز اسالك كده، هو زمان في عهد الدوله المصريه القديمه ازاي اتاثرت السياسات في عهد الدوله المصريه القديمه بالازمات الاقتصاديه والكوارث اللي عدت عليها؟ طيب هناك فرق عشان بس يبقى الناس فاهمه، لان الناس بتقول لك احنا ما كانش عندنا مجاعه. لا، مصر القديمه كان فيها مجاعه. ففي عهد الملك زوسرا وامن حطب اللي هو ليه معمول له متحف في مدخل منطقه سقاره، هو اللي عالج هذه الازمه وقتها في عصر الاسره الثالثه. طب ما حصلش مجاعه في الدوله الاسلاميه، حصل الشده المستنصريه
حصلت مجاعه وكانت الناس بتاكل بعضها، يعني ممكن تتخطف في الشارع وتتقطع وتتاكل، ما كانش فيه، كانت الدوله خلاص ضاعت يعني. لما نيجي نتكلم السياسات بقى، السياسات الحكوميه اضاعت الدوله في عهد الدوله القديمه، يعني الفتره اللي حصل فيها الملك جيب الثاني دي كانت فتره انهيار، وعلى هذا الاساس حصلت الثوره الاجتماعيه الاولى. لما اجي اشبهها لك عشان تبقى الناس عارفه معايا، زي الثوره اللي حصلت في 2011، الناس طلعت في الشارع او انقلبت الاوضاع، الناس بقت تسرق، الناس بقت طبعا تلوث مياه النهر، على الرغم ان انتشرت بقى سرقات المقابر وانقلبت الاوضاع الاجتماعيه، اللي كان نبيل بقى حاجه تانية والعكس، كانت حاجه صعبه جدا الفتره دي. كانت قعدت حوالي يعني من الاسره السادسه للاسره العاشره الى ان تم ارجاع الدوله في عهد الدوله الوسطى من العصر الاولى ل 11، ديت كانت اسمها فتره الاضمحلال الاول، معروفه كده في التاريخ عندنا. فتره الاضمحلال الثاني كانت من الاسره 13 ل 17، بالمناسبه اللي هي الفتره اللي حصل فيها احتلال الهكسوس جزء من مصر، دايما الكتب الدراسيه تقول لك الهكسوس احتلوا مصر، الهكسوس لم يحتلوا مصر، هم احتلوا جزء من مصر، وعلى هذا الاساس حصل حرب التحرير الحاجه الشهيره جدا، والملك احمس انتصر. لذلك لما بنيجي نتكلم عن المعارك العسكريه، كان في معارك خارجيه ومعارك داخليه، معارك داخليه كان الملك احمس حارب وانتصر على الهكسوس، خارجيه رمسيس الثاني وتحتمس طبعا قبل منه اعظم حاكم عسكري او اعظم قائد عسكري في مصر. طيب السؤال الجاي سؤال خاص بالمراه. حضرتك عارف ان القياده السياسيه مهتمه جدا بتمكين المراه ودور المراه في المجتمع المصري. عايز كده حضرتك تشرح لنا دور المراه كان ايه في عهد الدوله المصريه القديمه؟ دور المراه وصلت بتشارك زوجها طبعا في تربيه الاولاد، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه طبعا وصلت بس كده الستات طبيعة. اللي بيسمعوك دلوقتي هيزعلوا. هيقول لك غير تربية الأولاد. يعني كانت بتشتغل طبعا، يعني طبعا مش عايز أقول لك. خلينا إن المرأة وصلت طبعا لمصاف الآلهة، أنصاف الآلهة ومصاف الآلهة. الآلهة. طبعا حتشبسوت أعظم ملكة المرأة الحديدية، مفيش أعظم منها. كليوباترا مش مصرية، خلي بالك بس، عشان الناس تقول لك كليوباترا، أقول لك لا، كليوباترا مش مصرية، إنما حتشبسوت مصرية أصيلة، لها معبد شهير في الدير البحري. مش عايز أقول لك كهنة آمون حاربوها، هي طبعا استطاعت بقوتها وقوة شخصيتها إن هي تسيطر على الدولة بالكامل، وكان طبعا لها طبعا رحلات بلاد يعني كانت بتجيب البخور من بلاد بونت، ورحلات طبعا خارج مصر، وكانت لها اسم كبير جدا. وكان في المرأة، كان في طبعا المرأة كانت طبيبة، أنت عندك كل حاجة كانت موجودة بالنسبة للمرأة، يعني بخلاف إن هي كانت ربة منزل، كان لها حقوق كمان وواجبات يعني في الزواج، وكان لهم يعني قواعد الزواج عند المرأة كانت واخدة حقوقها بالكامل في عهد المصريين القدماء. فعشان كده بقول لك المرأة كانت بتطلع جيل هايل جدا، وبتشارك كمان زوجها في الحقل، الدولة المصرية أصلا دولة زراعية في المقام الأول، كانت بتشتغل مع جوزها. فلذلك بنقول اللي هي وصلت لاحلى حاجه، ودايما نقول ان هي كمان يعني عندك حتحوق، يعني دي طبعا الالهه الشهيره جدا، الهه الرب والجمال. فدي وقتها كان بيشبه المراه طبعا لما زي حتشبسوت كده، ان هي يعني نصف اله، ووصلت لحاجات كبيره جدا في الدوله. اكيد حضرتك سمعت اليومين اللي فاتوا عن الكلب طبعا اللي حد تقريبا كان أنويس. اسمه جايكا اعتقد. أنويس. يا ريت لو زمايلي في الكنترول يصححوا لي. طيب. كان اعتقد اسمه جايكا، حد يعني طاير بطياره كده عندنا في مصر، ففوجئ بكلب على قمه الهرم، اتصور الكلب، انا فوجئت في خلال 24 ساعه الكلب ده بقى ترند، وكميه المتابعات وكميه الصور ليه بقت بالملايين. خليني اخدك يلا يعني في حته كده فكرت فيها، مش شايف ان احنا عندنا تقصير كبير في التسويق لآثار بلدنا، لما حاجة تيجي زي كده بالصدفة تعمل ترويج ضخم لمصر وللهرم، وإحنا في إيدينا تولز وفي إيدينا أدوات تانية كتيرة نقدر إن احنا نسوق بيها لآثارنا ومش قادرين نستخدمها؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، هو لو أنا وهنا اسمح لي، أنا طبعا كلامي موجه لوزارة الآثار. لا عايزين نفرق بين وزاره الاثار والسياحه، وفي نفس الوقت المجلس الاعلى للاثار. تمام. دي وزارة واحده، وكانت زمان وزاره السياحه جزء، والاثار كانت تبع الثقافه كانت جزء. تمام. لكن شغل التسويق والسيلز ده مسؤوليه وزاره السياحه في المقام الاول. وزاره السياحه. طبعا. تمام. لان هي طبعا هي المسؤوله عن التسويق، وهي اللي بتطلع المعارض الخارجيه، وهي اللي بتطلع طبعا حاجات اللي زي معرض برلين، المعارض دي كلها. وبالتالي التقصير المفروض يعني المفروض يبقى في ناس متخصصه. حتى لو بص انا هقول لحضرتك على حاجه، مشروع التجلي الاعظم اللي على ارض سيناء ده طبعا مشروع عظيم بيضم الديانات الثلاثه، مين اللي هتسوقه؟ شركه اجنبيه. هو ايه المانع لو انا مثلا عندي مشكله اخلي ناس تيجي تسوق؟ ما فيهاش مشكله خالص، لان انا اللي بدير، لكن مين اللي بيسوق؟ ما الاثار دي كلها تحت اداره الدوله المصريه. يبقى اذا لو انا مش عارف اسوق،
اجيب حد يسوق، مفيش مشكله. حتى المتاحف اللي تم افتتاحها في شرم الشيخ والغردقه ما بالشراكه مع القطاع الخاص، منطقه اهرامات الجيزه المطاعم اللي موجوده دلوقتي ما بالشراكه مع القطاع الخاص. يبقى اذا لو انا مش عارف اسوق اجيب حد يسوق، ما فيهاش مشكله خالص. لكن موضوع الكلب ده مش عايز اقول لك، هو الكلب اصلا كان مقدس في عهد المصريين القدماء زي القطه كده. انت عارف ان انا كنا بنسموه انوبيس يعني على فكره. وانا بتابع كده الاخبار يعني قال لك الكلب حاجه من الحاجات الاساسيه اللي شهرته، قال لك ان الكلب ده فرعوني شبه انوبيس، شبه انوبيس بالظبط كده، والشكل بتاعه من السلاله الفرعونيه. يعني شوف هم حللوا وعملوا اناليسز قد ايه للموضوع. انا عايز اقول لك اهتموا بيه ازاي. انا عايز اقول لك على حاجه، لما عملوا تحليلات للجينات المصريه اللي احنا كمان ادمين لقوها تتطابق بنسبه 70% مع المصريين القدماء. الناس بتقول لك ليه مش 100%؟ ما اقول لك في عوامل الجو وعوامل التغذيه وعوامل المناخ، ما كل دي بتاثر على الشخص، فبالتالي انت ما تستبعدش حاجه زي ديت. روشتة سريعه لاولادنا الطلاب، ازاي نقدر نحببهم في علم المصريات وفي التاريخ المصري؟ عن طريق حاجه مهمه جدا، عن طريق الالعاب. الالعاب ازاي؟ يعني انت النهارده عن طريق الالعاب. طبعا يعني انت مثلا ممكن تجيب البازل ده تعمله على شكل على نظام اشكال فرعونيه قديمه او اشكال مصريه، الكراسات اللي مشتروها الكتب ارسم عليها اشكال مصريه قديمه، تخلي الماده ان هي ماده اساسيه، مش حكايه امتحان تاريخ وكلمتين. لا ما يعني انا مش عايز يعني تغيير اسلوب التدريس. انا طبعا، لان ده حاجه اساسيه. انا بنتي نفسها عارفه تقول لك بابا بيطلع في التلفزيون بيتكلم على الاثار، حفظت ودايما حابه الحاجه دي عشان باباها الحمد لله ماشي في طريق ده. وعلى فكره انا كنت اصلا هسميها اسم فرعوني، انا سميتها نغمان عشان اخر ملكه حكمت مصر، تخيل انت بقى. نريمان؟ انا كنت هسميها ميريت اصلا، يعني كان ده في دماغي، بس لقيت ان الاسم مش هيبقى دارج، قلت لا خلاها نريمان اخر ملكه حكمت مصر، وده حاجه في التاريخ الحديث يعني. فعشان كده بقول لك هي بترجع للبدايه، المدرسه او الجردان او الحضانه، او لازم تبتدي من تحت. مش هينفع بعد 20 سنه او 15 سنه تقول للطالب تعالى اعرف تاريخ، خلاص لا، ولا تاريخ ولا اثار، شكرا. هو بالنسبه له ماده نجاح وسقوط، فمش فارقه معاه. وعلى فكره اقول لحضرتك على حاجه، كل اللي بيشتغلوا في السياحه اساسا معظمهم بيدرسوا التاريخ والاثار، لازم يعني لازم تعدي عليه، بس تركيزه على السياحه بكل اسف، مش تركيزه على الاثار، على الرغم ان مصر فيها كميه اثار، حتى مقوله ان هي في تلت اثار العالم في الاقصر دي، المقوله دي مش صحيحه. مصر تمتلك بكثير اكثر من ذلك بكثير، ما هنعرفش ايه اللي في بطن الارض، احنا كل يوم بنطلع اثار. يعني تلت اثار العالم ده اللي اكتشف لحد دلوقتي. لا ده ممكن بالعكس، ده هي بيقول لك الاقصر بس المقوله دي مش صحيحه، احنا ما نعرفش ايه اللي تحت الارض، احنا كل سنه بنطلع اثار كثيره جدا، ده ممكن ما يجيش 10% او 20% بالكثير قوي، متاحف بنفتتحها، متاحف بنطورها. فعشان كده بقول لك احنا بنتكلم في حاجات مع الاسف محتاجين ان احنا نوعي الناس صح، نوعي الاطفال صح، نبتدي من المدرسه، لازم يبقى في تعاون مثمر، مش مجرد حاجات على ورق بكل اسف، لان بيتحط نقدر مثلا روشتات ومحدش بيعمل بيها، كل وزير بيجي خلاص، هو كل واحد بيبقى عنده بلان عايز يمشي عليه، ولكن يعني الاثار دي بقى لها الاف السنين. احنا بصراحه نستطيع ان نقود العالم في السياحه الثقافيه، ده ارث مفيش كلام فيه، لان احنا متفوقين الى حد ما في السياحه الشاطئيه. السياحه الثقافيه بكل اسف احنا لسه. لا طبعا لسه محتاجين كتير. كتير. وعلى فكره تخيل انت مثلا لما كل سنه يرشحوا ان افضل وجهات سياحيه في الشتاء عندك القاهره والاقصر واسوان من افضل 10 وجهات على مستوى العالم، عايزين نجيب اعداد كتير بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله. دكتور احمد عامر الخبير الاثري، شرفتني ونورتني في برنامج صدى صوت النهارده. انا بشكرك بجد. بشكرك اعزائي المشاهدين، اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده. بشكركم على حسن المتابعه، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي من برنامجكم صدى صوت.